شكى عدد من طلاب الامتياز في جامعة طيبة من تأخر صنف مكافآتهم، وكذلك حول ما تردد بشأن تعثر المشروع الخاص بالمستشفى الجامعي، حيث مثل ذلك بالنسبة إلى بعضهم غموضا حول موعد التخرج وتطبيقهم للتدريب العملي. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور عبد الله الحربي، المشرف على الإدارة القانونية والمتحدث الرسمي لجامعة طيبة. دكتور حياك الله معنا في أهلا. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ فرح. قبل الحديث على مشروع المستشفى، ماذا عن تأخر مكافآت طلاب الامتياز؟ طيب، أولا الحمد لله وحده وبعد، طبعا أولا نسأل الله لطلابنا وطالباتنا في جامعة طيبة التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، وأن يكون هناك وقت يستفيد منه الكثير والكثير. الأمر الآخر طبعا يا أستاذ مفرح، من حق أي طالب أو طالبة المطالبة بأي حق من حقوق كفلها النظام له، والجامعة طبعا ممثلة في معالي رئيسها كف وكلياتها تسعى لدعم الطلاب وإيصال حقوقهم، وما إنشاء إدارة حقوق الطلاب وخدمات المستفيدين في مكتب معاليه إلا خير دليل على هذا الحرص. طيب. في فالجامعة تضمن له. دكتور ترى الصوت شوي غير واضح، يعني ياليت ترفع صوتك بس وتتأكد أنك في مكان استقباله جيد. طيب. تفضل. من ناحية تظلم الطلاب والطالبات. أود أن أنبه يعني على مسألة مهمة، وهي أن صرف مكافآت طلبة الامتياز يمر بمراحل عديدة. يبدأ بحصر أسماء الخريجين سواء في الفصل الثاني أو الصيفي، يتم توجيههم إلى المستشفيات سواء في وزارة الصحة أو في المستشفيات الأخرى كالمستشفيات العسكرية وغيرها داخل المدينة وخارجها. يتم إصدار قرار لكل طالب، كل طالب يتم إصدار له قرار على حدة، يقوم الطلاب بإحضار المباشرات من المستشفيات سواء طلاب كليات الطب والكليات الصحية الأخرى وكليات العلوم التطبيقية. إذا اكتملت المباشرات يتم إصدار طبعا مسير موحد، قد يتأخر الصرف أحيانا في البداية فقط لتأخر المباشرات أو عدم استكمال بعض الإجراءات من بعض الطلبة مثل أرقام الحسابات وغيرها، لكن يجب أن ننبه على أمرين مهمة. أولا التأخير فقط يكون دائما في الشهر الأول أو في الأشهر الأولى بسبب الإجراءات التي أحيانا تخرج عن إرادة الجهة، مثل إدخال الأسماء طلاب الامتياز في منصات الخاصة بالتأدية والرواتب والمالية بشكل عام يعني، ثم تستقيم الأمور بعد ذلك ويصرف كل مكافأة في نهاية كل شهر ميلادي. طبعا بالنسبة للمشكلة القائمة الآن لا يوجد مشكلة، لأن طلاب الامتياز في المقر الرئيسي الجميع استلم وبأثر رجعي، واستلموا في الشهر الماضي وفي هذا الشهر بالأمس نزلت لهم مكافآت. هم كانوا يشتكون من تأخر 3 أشهر، الآن نزلت كل الأشهر الفائتة؟ نعم، طلاب المركز الرئيسي نزلت جميع الأشهر الفائتة. كانت في إشكالية في أحد الفروع. في أحد الفروع كانت في إشكالية لدى الطالبات. بسبب بعض الإجراءات. طبعا الأثر الرجعي سينزل لهم بمشيئة الله خلال أسبوعين. اليوم كنت متأكد من الإخوة في الموارد البشرية والإدارة المالية، خلال أسبوعين سينزل الأثر الرجعي وستستقيم إن شاء الله. طيب، خلال أسبوعين بالنسبة للطالبات بيسدد كل شيء، وبالنسبة للطلاب سدد. الحين الطلاب والطالبات الامتياز يريدون أن يضمنون أنه خلال الأشهر القادمة تستمر مكافآتهم بالصرف في موعدها المحدد، لأن كل واحد منهم عنده التزاماته الخاصة. هل تعد الجامعة اليوم بهذا الصرف ولا ممكن يصير تأخرات أخرى؟ نعم، هي لن تتأخر، هي ستنفرح مثلهم مثل غيرهم. الموظف أول ما يتوظف في العادة يتأخر راتبه لمدة شهرين بسبب إضافة اسمه على منصات المالية بسبب المباشرات، أما بقية الأشهر هو كبقية الموظفين. بس إذا تسمح لي دكتور كلامك. نعم. إجابتك يعني أشكرك عليها بس مربكة شوي. يعني لو افترضنا أن أنا عندي 500 طالب وطالبة واثنين منهم تأخروا في مباشراتهم، أأخر 498 لين يكتملون الاثنين؟ طبعا لن يتأخرون بسبب اثنين، لكن التأخر ترى كان بأكثر من 40 طالب وطالبة، كان العدد كبير وهم في مسير واحد. نظام المكافآت يختلف عن نظام الرواتب. نظام المكافآت له بند خاص، له بند يدعم بشكل مستمر من وزارة المالية ومن وزارة التعليم،
فله بعض الاختلافات عن الرواتب، لكن بعد أن تستمر وتستقر الأمور ويستلمون الراتب الأول لن يتأخر أي راتب، سينزل كل راتب يوم 27 من كل شهر ميلاد. جميل، علشان نقفل هذا المحور، الآن الطلاب استلموا بأثر رجع كل المتأخرات، الطالبات خلال أسبوعين من الآن بيستلمون كل المتأخر وخلاص؟ ليس كل الطالبات، الطالبات اللي ما نزل لهم، في طالبات كثير استلموا. أي أوكي، اللي ما نزل لهم، إحنا هذا يهمنا، اللي ما استلموا حيستلموا خلال اللي أسبوعين. اللي ما نزل لهم بمشيئة الله تعالى في طيب. خلال أسبوعين سينزل لهم الأثر الرجعي. طيب، مشروع المستشفى الجامعي لماذا تعثر إلى الآن؟ وما مدى تأثيره على تطبيقات الطلاب العملية؟ طبعا التطبيقات العملية، أولا المستشفى الجامعي استنفرح طبعا وتم التعاقد إنشاء المستشفى في 400 سرير. أثناء التعاقد حصل توقف للمشروع لأسباب نظامية تتعلق سواء بجداول الكميات، إعادة التصميم أو غيرها. نشأ خلاف فني وعقدي بين الجامعة والمقاول، تقدم بسببها طبعا المقاول إلى القضاء الإداري بدعوى أن الجامعة أخلت بالشروط التعاقدية، رفضت الدعوى، أسس الحكم على أن المحكمة لم يثبت لها خلال الجامعة بالشروط، اكتسب الحكم الصفة القطعية. طبعا نظرا لرغبة الجامعة في حل الخلاف بشكل ودي وبرعاية كريمة طبعا من سمو أمير منطقة المدينة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، والذي طبعا كان ولا يزال سمو الأمير له دور كبير وبارز ومشكور يعني في رأب الصدع وإنهاء الخلاف بين الجامعة والمقاول لاستكمال المشروع، تم عقد طبعا عدة اجتماعات بهذا الشأن. كذلك المشروع يلقى اهتمام شخصي من معالي رئيس الجامعة. دكتور إذا تسمح لي بس أتوقف شوي عند هالجزئية، يعني الآن أنتم وصلتم مع المقاول إلى حكم محكمة نهائي لصالحكم صح؟ نعم صحيح. وبعد هذا الحكم وبعد ما أخذت حكم أن المقاول هو السبب وهو التعثر، رجعتم سويتم صلح مع المقاول نفسه يرجع يستلم المشروع؟ الحكم برفض الدعوة أن الجامعة لم تخل، لكن الجامعة ليس عندها رغبة في الحكم كان لصالحكم ولا لصالح المقاول؟ لا لصالحنا، لصالح الجامعة. نعم طيب لصالح الجامعة. طيب ليه رجعتوا للمقاول نفسه؟ يعني ليش ما كان مقاول جديد؟ طيب احنا الآن ما من خطين، إما أن ننهي التعاقد أو نستمر معه. طبعا إنهاء التعاقد له إجراءات أكثر تعقيدا، فاللي حصل من الجامعة معالي رئيس الجامعة طبعا وبرعاية كريمة من سمو أمير منطقة المدينة، طبعا شكل لجنة عليا للمشروع برئاسة معاليه، هذه اللجنة مستمرة منعقدة مستمرة، توصلوا إلى حلول مع المقاول، لكن الذي أريد أن أنبه عليه ليس المشكلة الآن أصبحت بين المقاول والجامعة. الآن بعد صدور نظام المنافسات والحكومية الجديد وفي ظل صدور الأمر الملكي الذي يقضي بتشكيل لجنة لمعالجة المشاريع المتعثرة والمتأخرة، وبناء طبعا يستنفر على رؤية المملكة 2030 ارتكزت طبعا على ثلاث محاور، أحد المحاور وطن طموح، هذا يركز على الحكومة الفاعلة برفع كفاءة الإنفاق، وبناء على هذا المحور طبعا أسس مركز اللي هو مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ومن الاختصاصات الأصيلة له مراجعة العقود الحالية، ونسق عليها نظام المنافسات في مادة 6 والمادة 7 في كفاءة الإنتاج. فالأمر حاليا قائم على دراسات فنية ومتخصصة تتعلق الآن بالمشروع، السعة والطلب وكفاءة الإنفاق، في ظل أيضا وجود مستشفيات، الآن وجود مستشفيات في المدينة متخصصة يشترك هذه طبعا الدراسات اللي الآن مع الجامعة، عدة جهات عامة طيب وخاصة. بس دكتور لأنه ما بقي معي وقت، الآن بناء على كل هذا الشيء الجديد متى سينتهي مشروع المستشفى ومتوقع له؟ طبعا أنا قلت لكم مشروع المستشفى الآن الاجتماعات قائمة مع جهات كثيرة، مع وزارة المالية مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، مع وزارة المالية، مع وزارة التعليم، قريبا إن شاء الله بإذن الله تعالى وبناء على التوجيهات العليا وما ستخرج به النتائج قريبا سيتم تحديد التوجه العام في المستشفى. أما بإذن الله للسؤال، المشروع فعلا بدأ 2009 ولا قبل ولا بعد يا دكتور؟ بدأ المشروع قبل 10 سنوات تقريبا أو 11 سنة. كثير جدا والله يا دكتور، يعني أنا أتمنى أن ينجز سريعا. كانت في فترات استنفرح، كانت في فترات إيقاف نظامية استمرت، لو ألغيناها ما حيكون يعني المدة بهذا التصور. هذا لن يؤثر على هذا لن يؤثر على تدريب طلاب التخصصات الصحية العملي صح؟ جميل، هذا جميع الطلاب الآن يتدربون في المستشفيات الحكومية. طيب
دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا. كان هذا توضيح الدكتور عبد الله الحربي بخصوص كل الملفات المتعلقة سواء بتأخر صرف مكافآت طلاب الامتياز أو حتى المستشفى الجامعي.